رحنا عند بيت المستشار هشام بركات، المكان نفسه والبيت نفسه والشارع نفسه وخط سيره نفسه، هو شفناه بنعرضه على حضراتكم. تشوفوا المكان، تشوفوا النائب عام مصر كان ساكن فين، نائب عام مصر ساكن فين، واحد من الخونة ولا واحدة من الخونة؟ أنا بقول أهو، ده نائب عام مصر ساكن في شقة قعد فيها من التمينات لما كان وكيل مدير نيابة مصر الجديدة. تعرفه من اليوم ده، كنت لسه محرر حوادث الصغير سنة 86 87. شفته في الوقت ده مدير نيابة مصر الجديدة، قاعد في مكانه لحد النهاردة لما وصل منصب نائب عام. ما تربحش وما قبضش وما تأمرش وما جابش فيلا وغير، ده في واحدة بيقولوا عليها لا عندها 6 مليون. واحدة منين يعني؟ جبته منين يعني؟ منين جبته ده؟ نائب عن مصر قاعد في شقة وخونة متآمرين ليكوا يوم، والله العظيم ما هنفضل وراكم لحد ما تدفعوا التمن كلكم، كل اللي خان البلد وكل اللي خرف البلد وكل اللي قتل، والله العظيم ما هنسكت، هنفضل لحد ما تروح السجن وطبق عليكم الحكم العادل. انتوا السبب اللي احنا فيه النهاردة، انتوا السبب مش حد تاني. بيت النائب العام لسه عند الأمن. ده طبعا شارع ابن رشد، منزل المستشار هشام بركات. عادة المستشار هشام بركات بياخد خط سير واحد من اثنين، عادة خط سير او اللي هو اخده النهاردة صباحا وبيدخل يسار لعمار بن ياسر، او بياخد هذا الطريق الناحية الاخرى و شارع الشيخ علي عبد الرازق الاتجاه الاخر في اتجاه الكنيسه اللي موجوده في هذه المنطقه. ده واحد من الاتجاهين بياخدهم النائب العام، لكن عاده يمكن طبقا لكلام الشهود او السكان اللي احنا قابلناهم من الصبح بيتكلموا على انه معظم اوقات بيعدي من هذا المكان اللي هو تعرض فيه لعمليه الاغتيال النهارده.